عودة من جديد متابعينا، وصلنا للفقرة المحببة لدى الجميع، أفراح أفراح فرحة الخميس المختلفة. دائما قلبي نقولها للمشاهدين عبر الهواء مباشرة. صحيح، بنبارك لكل الزيجات اللي معانا اليوم واللي أيضا يعني فرحهم اليوم والأيام المقبلة بإذن الله، بنبارك لهم وكل شخص حاب إنه نشاركه فرحته ونكون حضور معاهم في مناسباتهم السعيدة. مع اليوم الله إنه يجوا الغناء ويعني يقدموا طلب بإنه بموافقة طبعا العريس والعروس، شرط أساسي إنه يكونوا قابلين إنهم نغطي لهم المناسبة ونعكسها على شاشة قناة النيل الأزرق لكل الأهل والأحباب. صحيح. ومجانا بلا شك. صحيح، والاتصال مباشرة يعني مع عائشة مادري. أكيد مع الزميلة عائشة مادري وهي بتسهل لكم الأمور، وهي إجراءات بسيطة فقط يعني للموافقة لا أكثر. طيب نحن نتواصل معهم، عندنا عدد من الأفراح اليوم معنا، كل أسبوع بيكون عندنا مجموعة بنحاول نغطي كل الأفراح اللي نحن صورناها. معنا أول فرح، نحن مباشرة جاهزين يا عائشة؟ عائشة جاهزة؟ طيب خلينا نتابع ونبارك لهم مقدما. جاهزين يا فاطمة؟ طيب. ونتابع ونقول للإرسال مقدما ألف ألف مبروك. طيب سميح لقلوبنا والف حيلة في حياة جدلة، جالسين يضوي تمام ينشري، اكدلي سامح لقلوبنا الف حيلة في حياة جدلي، يا مخداد نادي واجواء اكدلي سامح لونا وبشرة زي العاج اكدلي سامح بين الشفة فوق والمشمشة ما تحكرت بمزاج كدي سامح اكدلي سامح لقلوبنا الف حيلة في حياة جدلي. يضا الصيدة حنية وطول أريغ قد عود ضمير منحول أسمح القتلة فوق القدم المجية الممهولة السميح أكدلي سميح لقلوبنا ألف حيلة في حياة جدلي. يلا عيني لي أنا جاي أكدلي سميح عيني جديد تقيد وهواي. أنا عند العروس ونشكر ناس البشاقرة وام مغد والتكينة والعديد، ونشكر جميع من واسانا لحضور وتعاون، وكتر خيركم والعاقبة لكم في المسرات. نزيف التهنئة إلى الأخ العريس بمناسبة زواجه، ونتمنى له حياة زوجية سعيدة موفقة إن شاء الله، وأهني الأخت بتختي عبير عبد الرحيم بابكر السيد، وأتمنى لها حياة زوجية سعيدة. تهنئة موصولة من الأخ علي سعيد إلى العروسين مازن وبيتنا عبير بالبشاقرة غرب، ومرحب بقناة النيل الأزرق. في هذا اليوم السعيد لنا عظيم الشرف إنه شرفنا قناة النيل الأزرق بحضور مراسم زواج بنت أختنا، وألف مبروك للعرسان جميعا، ونشكر الأخوان جميع الأهل بالبشاقرة وفضل وأبوري وعديدة بشاقرة ومغد لحضورهم لهذا الزواج الميمون، وتحياتنا خاصة لكل من شاركنا في هذا الفرح. بهني بنت أختي طوال عبير وبقول لها ألف ألف مبروك، والعريس مازن بقول له برضو ألف مبروك، والأهل بالبشاقرة وبالجزيرة ولاية الجزيرة وبالعاصمة القومية وجميع الناس يعني بهنيهم وبقول لهم ألف مبروك ألف مبروك. بتمنى للعريس والعروس حياة زوجية سعيدة وإن شاء الله بالرفاه والبنين. Oh,
أهني ابنة أختي الدكتورة عبير بابكر وزوجها المهندس باش مهندس، بقول لكم ألف مليون مبروك، وبقول لكم غرد الطيور الروابي وهللت البشاير وعبغ الصندل، وأتينا نقدم الساد بحياة زوجية سعيدة. ألف مليار مليون مبروك ابنة أختي عبير والباش مهندس، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين وربنا يهنيكم ويديكم الصحة والعافية يا رب العالمين، وبيت مال وعيال. وبشكر كل الحضور اللي معانا شرفونا في الرسالة والتلفون، والشكر وشكر لكل الحضور. عبير بهني مازن، بقول لهم كل حياة زوجية سعيدة وإن شاء الله تغلبك بالعيال وتغلبها بالمال إن شاء الله. بهني العروس عبير وبتمنى لها حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. بهني العروسين دكتور عبير بابكر والباشمهندس مازن، واتمنى لهم حياة زوجية سعيدة وربنا يسعدهم إن شاء الله. أهني الدكتور عبير بابكر والباشمهندس مازن أسهري، والتهاني موصولة لأسرتهما وأتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. كلهم بيت مال عيال وربنا يسعدكم إن شاء الله ويهنيكم بالزواج، وأتمنى لها حياة زوجية سعيدة، وبهني الأهل بالبشاقرة غرب وبيبري. بهني ابنتي العروس الدكتورة عبير بابكر عبد الرحيم السيد، وابني العريس مازن، ورب وأتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. بشكر قناة النيل الأزرق، وبهني الدكتور عبير بابكر عبد الرحيم السيد والباشمهندس مازن أسهري، وتحياتي لكل الأهل بالمملكة العربية السعودية، وللزوجة القالية النزير عمر مصطفى، ولأحمد وفراس، وبتمنى لو كانوا حضروا معانا العرس، وبقول لهم إن شاء الله جايات أكثر، والله يا ريت لو كانوا حاضرين معانا. وبشكر كل الحضور وكل الناس اللي شاركتنا الفرحة، وبقول لهم إن شاء الله رد عليكم في السمح يا رب العالمين. ونشكر الحضور الكريم ونقول لهم إن شاء الله عقبال أولادكم كلكم إن شاء الله رب العالمين. وحقيقة يعني إحنا سعيدين كل السعادة بحضور قناة النيل الأزرق، القناة الفتية، القناة اللي بعتبرها القناة الأولى على مستوى الشرق الأوسط. فنشكرهم جزيل الشكر وجزاهم الله ألف خير، جزاهم الله ألف خير، وإن شاء الله ربنا يجعل أيامنا كلها أفراح. تهنئة خاصة لناس المملكة العربية السعودية بالتحديد الرياض حي العزيزية، ولكل الأهل كل الأحباب ربنا يزعدهم ويهنيهم ووفقهم إن شاء الله، وعقبال كل العزابة يا رب العالمين. العروس يا ست الحسام بنت العايل والناس الحنان، يا العريس هوي تزعد كمان. العروس يا ست الحسام بنت العايل والناس الحنان، يا العريس هوي تزعد كمان. زي القمر نورت المكان يا المهير عود السيسبان، زي القمر نورت المكان يا المهير عود السيسبان. اي فرحان ابوك عازم الضيوف فاتح داره بالضيف ملان، يا العريس هوي تزعد كمان. عروس يا ست الحسام بنت العايله والناس الحنان، يا العريس هوي تزعد كمان. يا بنت امك الما بترضى فيك في صلاة ديما بتدعي لك، يا بنت امك الما بترضى فيك في صلاة ديما بتدعي لك، تتمنى لك ود الحلال اللي بزعدك وبخاف عليك، العريس هوي تزعد كمان. عروس يا ست الحسام بنت العايله والناس الحنان، يا العريس هوي تزعد كمان. وعيني لو عمك يخيبوك واقف ليك يا بنت الملوك، الليل وعيني لو عمك يخيبوك واقف ليك يا بنت الملوك، كل الناس دي فرحت لك كتير يقروا الفاتحة لك ما يسحروك، العريس هوي تزعد كمان. العروس يا ست الحسام بنت العايلة والناس الحنان، العريس هوي تزعد كمان. نكش الحنة فيك شايل عديل في السماء حماك زيك مسيل، رسم الحنة فيك شايل عديل في السماء حماك زيك مسيل، انت الغالية ما في ناس بيشبهوك وزني غالي بالذهب الجميل. عودة من جديد متابعينا، وأكيد ألف ألف مبروك للعرسان الجميلين مازن
عبير وعبير بنقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله حياة زوجية سعيدة وموفقة يا فاطمة. إن شاء الله يا رب. وجميل جدا إنه يعني وسط الأهل والأحباب وهذه الفرحة الطاغية على الصالة بشكل عام، ربنا يديم عليهم الأفراح يا رب. وتهانينا للعرسان وللأهل، هم بحيوا أهلهم في المملكة العربية السعودية وأيضا كل المناطق الجزيرة وغيرها، ونحن من خلال هذا التواصل الاجتماعي المميز اللي بيربط بين قناة النيازة وكل مشاهدينا في كل أنحاء السودان وخارج السودان. صح. أيضا نوصل لهم فرحة ونعكسها لهم لأهل وأحباب أكيد. أكيد يا فاطمة. وعندنا فرح آخر نتابعه من ثم نعود لفقرة أفرح. شكرا للزملاء داخل الاستوديو، مساء الحب والجمال لكل مشاهدي قناة النيل الأزرق متابعين. مساء جديد فقرة أفراح أفراح، احنا سعيدين جدا في المساحة دي نشارك فرحة أحمد وزوجته محاسن، نتمنى لهم حياة زوجية سعيدة، متابعة طيبة أتمنى أهل الجميع. أهلا بكم. أمه فرحت ليه سووا للعديلة، أمه فرحت ليه ده العريس مرق يا ملايكة رفي عليه، سووا للعديلة أمه فرحت سوّل العديلة أمه فرحت ليه العريس ملك يا ملك يرفي عليه، بريد سمح الخصال الحال زين في زين، الشاب الأصيل ما في منه اثنين ملك يرفي عليه، بريد سمح الخصال الحال زين في زين، الشاب الأصيل ما في منه اثنين يا ملايكة يرفي عليه، سند أمه وأبوه قلبه زادوا يقين، سند أمه وأبوه قلبه زادوا يقين، وتكلي راس نسيبته الخير بقى خيرين يا ملايكة يرفي عليه. لسه متواصلين مشاهدينا الكرام، سعيدة جدا في المساحة تكون معي والدة العريس، مبارك لها ونتمنى له حياة زوجية سعيدة، مبروك لها وإن شاء الله بالرفاه والبنين. الله يبارك فيك. يوم أسعد يوم في حياتي لما نشوف ولدي عريس، واتمنى له السعاده ان شاء الله ربنا يسعده ويهني. وتقولي شنو لكل اهلك واحبابك اللي جو شاركوك فرحتك؟ والله اقول لهم شكرا لكم، جزاكم الله خير، من الحياه زوجيه سعيده الدكتور احمد وعروسته الحسناء محاسن. الف الف مبروك، ان شاء الله ربنا يسعدك ويهنيك يا رب العالمين، وبيتمال العيال يا رب. بهني احمد وبتمنى له حياه سعيده ان شاء الله، بتمنى له حياه زوجيه سعيده ان شاء الله وعقبال اخوانه كمان ان شاء الله. الف مبروك وربنا يهنيك ويسعدك ان شاء الله وحياه موفقه ان شاء الله. انا طبعا خالته للعريس، واتمنى له السعاده والايام الطيبه وعقبال الباقين، وشكرا للناس اللي جاملونا وشرفونا. اتمنى له حياه سعيده وربنا يديه الذرية الصالحة يا رب العالمين يا الله، والعقبال اللي أمثاله كله إن شاء الله يا رب العالمين يا الله، بنياته وليدات يا رب العالمين. قول شو لي أحمد. ألف مبروك إن شاء الله بيت ماله عيال، زي ما بقول غلبة للمال تغلبة. درب العاشق وترنوا شالوا نوم يتقسم منه، شالوا نوم يتقسم منه كثير سيل عمرنا، لون لون عارف كل ساعة مشاهدينا الكرام. لسه متواصلين معاكم، سعيدة جدا يكون في المساحة دي معاي محبوبة الجماهير الفنانة توت عذاب، مبروك لها وإن شاء الله ربنا يسعده أحمد. الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحة والعافية، والله ما قصرتوا وشرفتوني كثير، ربنا يديكم الصحة والعافية، وأشكر الغناء على إنه جا شاركتني فرحتي، ربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. تستاهلي كل الحب. سيف الرمال ده عنده طلب، دايركت زغرتي له. بس أنا أعرف زغرت. خلاص أديه مقطع. ممكن اديه مقطع.
الليلة واجد ليل عريس يرو سهر ود القبائل الحية العريس يرو الليلة واجد ليل عريس يرو دا أحمد عجب عيني يا عريس يرو واجد لي جيد للخالة عريس يرو جيد للعائلة بأيك مالا عريس يرو أديناك عروس وإصالة عريس يرو أقف قدامه خد شبالة العريس يرو أبشري والله ربنا يسعدك الله يخليك الله يسلمك شكرا لك وإن شاء الله دائما عامرين بالفرح وملمومين في السمح يا رب شكرا لك شديد إن شاء الله تسلمي تسلموا كثير والله لكم التحية والتقدير والاحترام وما قصرتوا شاركتوني فرحة أخوي أنا سعيدة بزواج الشقيق أو ابن خالة الصديقة العزيزة توتا هي زولة أخت وصديقة عزيزة جدا في الحقيقة يعني قلنا نجي نشارك الأفراح والأهل والأصدقاء وإن شاء الله بيتمالوا عيالي يا رب العالمين تغلبوا بالعيال ويغلبوا بالمال إن شاء الله وسعادة جميلة اليوم نتمنى لهم الخير والسعادة في أيام السنة الجديدة ويعودون بالخير والبركة إن شاء الله وكل الشباب وحواليه وأصدقائه أن ربنا يتم لهم بخير وكل الأسرة الكريمة نتمنى لها السعادة أنا بحيي توتا وبقول لها يا أخي إن شاء الله ربنا يهني العرسان وتكون حياة جميلة يعني إن شاء الله أحمد العريس وببارك لمحاسن الجميلة ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله ونتمنى لهم إن شاء الله زواج يعني مقدم زي ما يقولوا تغلبوا بالعيال وغلبوا بالمال وحياة سعيدة لسه متواصلين معكم مشاهدين الكرام سعيد جدا في المساحة دي نبارك للعريس ونتمنى له حياة زوجية سعيدة أبو حميد مبروك لك ربنا يسعدك إن شاء الله الله يبارك فيك إن شاء الله جزاكم الله خير ربنا يسعدك ويهنيك الله يبارك فيك اللهم آمين إن شاء الله وعقبال كل العزاب إن شاء الله ربنا يهنيهم ويوفقهم يتزوج إن شاء الله الله يبارك أهلك وأحبابك شكرك اليوم شو في اللحظة دي والله أقدم الشكر لكل الأهل والأحباب وتوتا وعلى التنظيم الجميل للحفل وكل من شارك في هذه الفرحة يعني ربنا يجزاهم كل خير الأهل والأحباب وأقدم التهنية للوالد العزيز والوالدة والخالات والعمات وكل الأهل إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية ويخليهم لهم ويفرحوا بباقي أولادهم إن شاء الله مشاهدينا الكرام كنا سعيدين جدا ان نكون جزء من فرحه احمد واهله واحبابه وعروسه محاسن من الحياه الزوجيه السعيده عوده للزملاء داخل الاستوديو من جديد استكمال ما تبقى من فقرات مساء جديد لحد ما نتلاقى في فرح ثاني محبتي والفريق العام في امان الله عودة من جديد متابعينا وأكيد تحيانا يعني للعريس أحمد وعروسته محاسن دي كانت يعني حنتهم وتحيانا أيضا للزميلة الآن نقلت لنا الفرح دي وجو أسري سعيد يا فاطمة صحيح ومميز وتهانينا أيضا للعريس دكتور أحمد وعروسه محاسن وده كان جانب من يعني مراسم الحنة وإن شاء الله ربنا يتمم لهم على خير ويسعدهم يا رب وقال توتا عزاب كلهم بنقول لهم ألف مبروك وربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب وبنكرر من جديد كل الناس الحابين إنه نشاركهم فرحتهم بشكل عام حنة أو زواج ما عليهم إلا إنه يتقدموا لقناة النيل الأزرق ويقدموا طلب موافقة من قبل العريس و العروس ومن خلال كاميرا أيضا مساء جديد وأفراح بنكون حاضرين وبنغطي ونحكيس عليكم عبر الشاشة بإذن الله بكذا تكون تحياتي والله لألويا اللي هي التحية هي دائما بتتجول كل الزملاء في عدد من المناسبات أيضا في العاصمة الخرطوم بنقولوا لنا الأفراح لهم التحية والتقدير والاحترام وبنشكر كل الناس اللي تابعونا عايشة اللي بتقول لك فيشنا وقالت نختم تكاملت يعني فقرات المساء وفقرات جميلة جدا يعني عدتها منتجتنا الجميلة عائشة ما أدري فاطمة لحد ما نتلاقى إن شاء الله الأسبوع الجاي أكيد تحياتي لها ولكل الزملاء لحد ما نلتقيكم بإذن الله في باقة مميزة من الفقرات دائما تابعوا شاشة قناة النيل الأزرق ومتابعة طيبة أتمناها لكم لكل برمجة القناة لهذا اليوم إلى اللقاء يا يما انا زري معايا يا يما انا زري معايا
صفحة رسمتني ولوحة من يوسف الصديق شفته في لمحة